يا حاسد المرتاح على حاله وحاله بتقول أحلى من حالي، اقعد تعالى نحسبها بالراحة، ما فيش واحد من الهموم خالي. أنا مش مرتاح، أنا كل مشاعري وأحاسيسي مليانة جراح، مجروح من كل الناس جدا وما فيش أفراح، ما هي كل الناس جت على وجعي والعشا ما هو راح. الربابة تقدر تقول كل الألحان كل المقامات؟ اه طبعا، الربابة يعني مش ناقصة عن أي آلة، ده بالعكس، ده هي اعتبر أقوى آلة في الآلات الوترية، اقوى مع انها هي خطين وترين. اه والخط الجديد ده متهيألي جديد، هو القديم هو السبيب صح؟ السبيب اه صح يعني كده؟ هو الشعر ده شعر الحصان. اه الحصان مش كده؟ اه بالظبط تمام. والخط التاني ده الجديد اللي هو السلك، الوتر، وتر سلك. ده ضاف تقريبا اخر سنين متهيألي. اه ضاف، اه ضاف طبعا العازفين طبعا اللي اكتشفت الموضوع ضافته، وزمان كانوا يضيفوه برضو، كانوا اتنين شعر. اتنين شعر؟ اتنين شعر اه. ايه الفرق؟ واحد تخين واحد رفيع ولا بيفرق في؟ كانوا يستخدموه كمردات، مردات، بس في بعض الناس كانت تستخدمه وفي ناس ما كانتش يعني تعرف تستخدمه صح. الدنيا كالساعة مرة، الدنيا كالساعة مرة، ساعة حلوة وساعة مرة، سيبك من الخاين بالمرة، ماشي لك راجل يا بلاش يا بلاش يا بلاش يا تماشي راجل يا بلاش يا تماشي راجل يا بلاش يا بلاش. يا براجل يا بلاش، يا جاو الراجل يا بلاش، يا تقاعد راجل يا بلاش، يا ولدي إذا قعدت في مكان أقعد بالكمال وتكلم كلام مليان يا بلاش، غير الجد ما تلقاش يا تماشي راجل.